حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتوا، راح فيكم حلقه جديده من برنامج مشوار. مشوارنا اليوم راح يكون لمحبي الفن التشكيلي. حياكم الله مشاهدينا، رحب بضيفتنا ميرا الربيعي. ميرا يعطيك العافيه وكل عام وانت بخير. الله يعافيكم، انت بخير وصحه. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك مبارك. طبعا بدايه قبل لا نبلش وياك نشكر معهد ارت اكاديمي اللي تحت الفرصه لنا ان نكون موجودين هنا ونتكلم معك اكثر عن الفن بشكل عام وعن الفن الواقعي بشكل خاص. تمام. خلينا نتكلم اول شيء عن الفن بشكل عام، متى بلشتي ودخلتي في مجال الفن والرسم؟ سنه 2011. 2011، شلون كانت؟ هل عن طريق الصدفه؟ ولا لا موجوده هذه الموهبه من زمان؟ والله هي كانت صدفه، لان انا كنت داشه معهد علشان اتعلم ديزاينر، حلو، شلون اصير مصممه، وكان عندي وايد يعني اوراق شلون انا احب اصمم وكذي عبي وملابس بشكل عام. ممتاز. فدشيت لقيت اللي تعطينا دوره، لقيت ان انا رسمي وايد حلو، فقالت لي اميره حرام ان انت رسمك حلو، ليش ما تدشين تعلمين البيسك الصح ومنها تصيرين فنانه يعني. ف هي اللي شجعتني وحبيت اني ارسم بعدها، وقعدت اجرب بالبيت اني ارسم، واساسا من وانا صغيره يعني احب الرسم وايد، يعني حصص الرسم مميزه عندي. حلو، اذا نتكلم عن الرسم والفن، هل لازم يكون موجود بالفطره عند الانسان ولا ممكن يكون شيء مكتسب؟ يعني مع الوقت انا اقدر اخذ دوره واصير رسام ولا الاثنين؟ يعني لازم يكون عندي واخذ دوره. تمام. اذا خلينا نقول اذا الرسم لا لازم موهبه، بس الفن بشكل عام كل انسان عنده احساس بالفن، صح، وكل الناس بشكل عام متذوقين للفنون، بس الرسم لا يبي له موهبه، بس اللي حاب انه هو يتعلم الرسم في مجال انه يتعلم، بس ما راح يتعلم يكون 100% نفس اللي عنده موهبه وحاب انه يطورها، بس انه ممكن يتعلم. حلو، اذا بنتكلم على الرسم فهو بحر في انواع كثيره من انواع الرسم. عدل، في اي نوع اللي شدك وخلاك تكملين في هذا المجال؟ والله حاليا خل اقول انا في اول بوابه، يعني الرسم والفن بشكل عام بحر وفي مدارس وايد، بس انا حاليا بالبوابه الاولى، خل نقول البوابه الاهم الاساسيه يعني الواقعيه. للحين مو حابه انتقل حق مدارس ثانيه، السبب اني انا بترك بصمه. حلو. يعني ما ابي انتقل حق مدرسه ثانيه الا اذا انا تركت بصمه. شنو اللي جذبك للمدرسه الواقعيه والفن والرسم الواقعي؟ التفاصيل، الدقه، في صعوبه، في تحدي، يعني انا احب التحديات في الحياه، يعني اي شخص يقول لي ما تقدرين تسوين هالشيء يكون عندي تحدي اني انا اثابر واني انا اجتهد وانش شنو اعيش نفسي بجو ان انا لا انا قادره اني انا اسوي هالشيء. قالوا لك ما تقدرين؟ اكيد قالوا لي، في بعضهم قالوا لي لا يعني هالرسمه تو الناس عليك. حلو. الاستاذ قال لي لا تبلشين بشيء صعب بالنسبه لك صعب، فكنت اقول لا ما يخالف خليني يعني. وهذا اللي يصدر للفنان. اي صح، لما يروح صوب الشيء الصعب. عدم. حلو، اذا بنتكلم على الفن الواقعي، يعني في الفن الواقعي اللي هو تقصدين فيه الاشخاص ولا الاشياء؟ شنو هو الفن الواقعي؟ هو بشكل عام اللي يبي يتعلم الرسم لازم يدش على اساسيات الرسم، اللي هي تشمل ان شلون الواحد يعرف يرسم ستيل لايف اللي هي الطبيعه الصامته، اللي هي تشمل فواكه
او بعض الاغراض او الجمادات بشكل عام. الجمادات هذا يسمونه ستيل لايف. اي هذا ستيل لايف. بدايته تكون بالستيل لايف. اي لازم الواحد يحط شغلات قدامه، الاستاذ يحط لك شغلات قدامك يشوف مستوى النظر عندك شلون طالع الاشياء، شلون تحوله يعني من صوره قدامك، لانه هو رسمه قدامك شلون تنقلها. يبدا الظل والنور معاك شوي شوي يبدا ينتقل معاك، يعني لغايه ما نوصل في يعني وايد بالرسم. احنا قلنا في امور وايده بالواقعيه. ستيل لايف عندنا لاندسكيب اللي هو الطبيعه، البحر، السماء، الطبيعه، الاشجار، هالامور، الفرجان، اي هذه نفسها. فكل هالامور يعني. بعدها عندنا بالواقعيه تشمل الحيوانات كلها، بعدها ندش على الاشخاص، البورتريهات، فهذا كله يشمل الواقعيه. ورسمتيهم كلهم الحمد لله. إيه. شنو اكثر شيء عجبك وتحسين يعني لما ترسمين مستمتعة؟ حاليا البورتريه. البورتريه اي احب ارسم الاشخاص وايد، احس ان في بيوهم قصه. يعني لما ارسم شخص ما اطالع يعني ما اطالع بس مجرد ملامح، وي اطالع قصه بعيونه، احس اني اتغلغل داخل روحه واعرف اذا كان يبتسم صدق هو مبتسم ولا هو حزين. فاحب ان حالته ارسمها مع الرسمه. يعني ممكن الابتسامه تكون بالوي لكن العين شيء ثاني. اكيد صح. غير التجاعيد. العين هي اي صح، العين هي مرآة الروح. حلو. فالحين هذا المجال اللي انت نقدر نقول متخصصه فيه اميره. إيه. وقاعد تستمرين فيه. اي عدل، اكثر شيء حاليا انا متمسكه في البورتريه الحين. حلو، راح اكمل وياك، ابي اعرف المعارض اللي شاركتي فيها، الجوائز اللي حصلت عليها، كل هذا، لكن بعد هذا الفاصل. عودة لكم مرة أخرى في مشوار مستمرين معاكم مع أميرة. أميرة يعطيك العافية. أميرة، تكلمنا قبل فاصل على هذا الفن، الفن الواقعي، والمعارض اللي شاركتي فيها، الجوائز اللي حصلت عليها. شاركتي في معارض؟ شاركت في معارض عديدة والله وفزت. حلو. معارض كلها داخل الكويت؟ اي محلية كانت. ممتاز. وفزتي في جوائز؟ الحمد لله. يعني أنا عضو في مجموعة سامي محمد، النحاتي الكبير وبونا الروحي، يعني أنا عضو في مجموعته، وشاركت في المعارض اللي شاركت فيها فزت فيها 3 جوائز. حلو. على طول فترة 2013 2014 2015 2016 فزت مو بجائزة بس بأفضل عمل مميز يعني. ممتاز. كونك قاعد تشاركين في معارض تفوزين، شنو يعطيك من دافع في هذا الفن؟ مسؤولية أكبر إني أستمر. إيه؟ خصوصا إن سنة عن سنة لازم ترسمين شيء أفضل من السنة اللي قبلها. إذا بنتكلم أكثر أميرة على الفن، الفن التشكيلي بشكل عام. أنت الحين هذه البوابة الأولى ذكرتي إن هذا أول خطوة لك. في إن شاء الله بوابة ثانية وثالثة ورابعة. أكيد صح. الفن التشكيلي بشكل عام يعني يبلش من البوابة الأساسية، خلينا نقول هي الواقعية. بس أنا حابة إني أنا أطور نفسي بالواقعية ويكون يعني أكون دقيقة وايد، أكون 100% ما أنتقل لشيء ثاني إلا وأنا تاركة بصمة أن أنا خلاص أتقنت الواقعية 100%. لما أحد يشوف صور يعني رسومات يقول هذه صور، يعني حزتها أنتقل أروح حق المدرسة السريالية. حلو. راح تختلف طبعا المدرسة السريالية عن يعني الواقعية. أكيد صح. بشكل كبير صح. لكن ما تقدر أنك وصلتي للحين إلى يعني خلينا نقول إلى قمة الفن الواقعي؟ لا، يبي لي وايد. يبي لك وايد؟ اي. شنو اللي ينقص الفنان عشان يحس نفسه انه خلاص وصل؟ اللي ينقصني انا حاليا اشوف نفسي رسامه اكثر من فنانه، فينقصني علشان اتقن الواقعيه بشكل كبير تركيز اكثر، اني اركز بالرسمه اكثر، فمحتاجه وقت اكثر، اجواء معينه، الفنان دائما يحتاج اجواء معينه. شنو اجواءك؟ اجواء اميره وقت الرسم؟ اجوائي لما ارسم لازم الهدوء. حلو. موسيقى. نادر ما احط اغاني لان ساعات الكلمات تشتت. صح. اذا كانت حزينه ولا تونس تشتت الواحد، بس الواحد حلو انه يطلع اللي داخله، فانا احتاج موسيقى ما احتاج اغاني. موسيقى وهدوء. هدوء اي. ولك مكان معين ترسمين فيه؟ اي. فلازم. ولازم الواحد اول ما يدش مرسمه يترك كل همومه او مسؤولياته برا المرسم. ويدش خالي من ذهن صافي. اي اكيد لازم. بس الرسمه في بعضهم يقولوا لي احنا عشان نرسم احنا محتاجين نكون مستانسين، انا بالنسبه لي ما اربط الرسم بحاله معينه،
مستانسه ارسم، زعلانه ارسم. حتى زعلانه؟ اي لازم تقدرين ترسمين زين، الرسمه راح تطلع هم زعلانه لا بالعكس، ساعات كنت انجز شغل احلى وانا زعلانه، فكنت شيء كني اتمرد مع نفسي يعني اني انجز احلى. حلو. اذا كذي شلون كانت اجواء رمضان عيال الحين؟ لا قاعد اتكلم عن الاجواء بشكل عام. والله اجواء رمضان ما في احلى منها، يمعات زوارات غبكات، يعني اجواء جميله. ترسمين برمضان ولا بهالشهر تحديدا؟ حاليا موقفه شوي. اي حاليا موقفه عشان الزوارات. اي شيء طبيعي صح. تحسين ما في وقت انك ممكن ترسمين؟ هو في وقت بس لو الواحد نظم، فاحنا بدايه رمضان شويه عندنا شويه لويا، بس راح ننظم ان شاء الله وراح ابدا ان شاء الله ارسم باذن الله. ان شاء الله. عيل برمضان شنو اللي دشين المطبخ؟ تبخرين عن المرسم ودشين المطبخ؟ اكيد اكيد. برافو. شنو الاكله المفضله واللي دائما تحرصين ان تكون الوجبه الرئيسيه في شهر رمضان؟ والله خلينا نقول مكعبيس. حلو. يعني مكعبيس انا لازم اسوي مكعبيس، شوربه عدس شيء طبيعي، سلطه يعني خفايف. خفايف والحلويات؟ كبه ما كبه يعني حلويات للحين ما سويت. للحين؟ للحين جاهز القيمات وقطايف وصب القفشه موجود يعني اذا بغينا نشتري. ربي يوفقك ان شاء الله يا اميره في القادم من المعارض ومن المشاركات، ونتمنى ان نشوفك ان شاء الله في مشاركات خارجيه كذلك ان شاء الله باذن الله. كلمه اخيره حابه توجهين؟ يعطيكم الف عافيه وما قصرتوا، كان لقاء حلو لطيف وخفيف على القلب. انت اللي يعطيك الف عافيه، واكيد الشكر موصول لارت اكاديمي معهد ارت اكاديمي اللي موجودين احنا لهم، والشكر كذلك لكم مشاهدين. نشوفكم في حلقه اخرى من مشوار، نقول لكم الى اللقاء.